انا بدي وراي. يا حبيب قلبي تفضل يا سليم، قوم شوف شو بده ابنك، بده وراي حبيبي قوم. وين الوراي؟ وين كنت انت كنت للفتره هيدي؟ بدي وراي محصة. محصنا؟ شو بدك بالاوراق؟ بدك توظف بسكلين؟ وراي فريش ايد هوية شو ما كان حيلا. يا انت مين قريك ولا قاري ابوك ولا امك ولا اخواتك هولي؟ يا انتم من لك ما تكب هيدي ما تكب كل اللي خلعك انا ولا تعا خذ وراك تعا. اسمع قعدي يا اخواتك، قاعدين لاخواتك. في عندي كثير وراق، نقي منهم اي بدك. في عندي وراق بتفوتني على السجن. في عندي اخلاء بيت انذار اخلاء، وفي اللي هي اهم ورقه هيدي. تعال هون اعرف هيدي شو هي الورقه، هيدي اهم ورقه. اتركوا السليم، هيدي ورقه مستشفى تحرق دمه للبني ادم. نحن حشره عمي، عارف شو يعني حشره؟ يعني نحن عار على المجتمع، يعني بحب لك تعيش على ما انت عليه بدون وراء بدون شيء. اهلا وسهلا، ما بحب لك بزتك من هون بدنا عن اللي خلقك هلا، فاهم ولا؟ روح انقلع من هون احسن ما نيجي الدين تبيعك هلا. اتركوا سليم، اللي جاي تقول لي بدك وراء واللي بعتك عشان الوراء روح قول له انه كس اختك ما عنده وراء بيي. اتركوا سليم، فالمحل ما كنت ولا حيوان، كس اختك واخت امك واخت اللي جابك على البلد عرس. مين فات على المستشفى؟ ولا كلمة سليم، ما عادش تحكي ولا كلمة. مين اللي فات على المستشفى؟ مين فات على المستشفى؟ مين بالمستشفى؟ مين فات على المستشفى؟ شو اللي من خلقك أحسن مال عن دينه ها؟ يلعن أبوك وأبو اللي جابك عرس. يلعن دينكم ودين العيشة أبو شرموطة. احكي، مين اللي فات على المستشفى؟ شو عامل لك الشرموطة ولا منك إلا؟ شو عامل لك؟ صح الرحل خلصت راحت إيه؟ راحت إيه؟ أنا بفرجيك كيف راحت، بس ما أقول فرجيك مين أنت ومين أسأل ومين اللي بيحصل. أختك عرس، تعال قول له عرس. والله أختك اللي بشد عم شدك ولا عرس. هاي يا أخو الشرموطة تعال.